الناس كلها بتعجبها. بيتزا مقفوله بالبسطرمه، عندنا عجينه، عندنا حشوه، عندنا الصلصه بتاعتها. طيب العجينه بتاعتنا هنا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه سكر، معلقه خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه علبه زبادي، مش كوبايه، علبه زبادي، ربع كوبايه من الزيت، دي العجينه، 3 كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه سكر، علبه زبادي، العلبه اللي هي دي يعني، ربع كوبايه، هي علبه الزغنونه بتاعتنا دي، مش هقول لك كوبايه يعني، وربع كوبايه من الزيت. الصلصه بتاعتنا بقى عندي طماطم مبشوره، طماطم مبشوره، ثوم، زيت، زعتر، دول كلهم على بعض يتحطوا على النار. ماشي، طب هقول الحشو الاول بعدين ارجع احط النار الحاجات دي الاول. اهي بصي، طماطم مبشوره، ثوم، زيت، زعتر، وشويه ملح وفلفل طبعا، خلاص. وطبعا العجينه ملح. نيجي بقى للحشوه، عندي بسطرمه، جبنه موتزاريلا، زيتون، حابه تزودي فلفل، حابه تزودي اي حاجه، دي بتاعتك انت خلاص. بس العجينه معانا والصلصه معانا والحشوه هحشيها بالبسطرمه، انت ممكن تحشيها اي حاجه ثانيه. اجي هنا اجيب بس طاسه كده عشان تبقى واسعه معايا. طاسه ماشي، هحط فيها بقى، بصوا بقى كده الصلصه بتاعت البيتزا دي، طماطم مبشوره وعليها الثوم، ثوم مفروم، شويه زيت، شويه زعتر، ملح وفلفل، ده كله على بعضه. دي احلى صلصه للبيتزا واسهل صلصه، فلفل اسود وملح، اقلب ده كله كده وخليها بقى ايه تتسبك شويه، تاخد لها كام غلوه على النار كده، كله على بعضه، طماطم مبشوره، ثوم، زيت، زعتر، ملح وفلفل، كده خلصنا من ايه، من بلح اللي هي بالبلح الاسمر، موجود كتير قوي دلوقتي. طيب بصوا بقى العجينه هقولها تاني، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه خميره، معلقه سكر، نص معلقه بيكنج باودر صغيره، علبه زبادي صغيره، وربع كوبايه من الزيت. نيجي هنا نحط الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 كوبايات من الدقيق، دول هيعملوا لك 2 بيتزا كبار، 2 بيتزا كبيرة. رشة سكر كده، معلقة مش كبيرة، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة كبيرة، أقلبهم وأجيب لهم رشة ملح، بص الصلصه كده اهو، تغلي كمان غلوتين وخلاص على كده. يعني مش عايزاها مسبكه جامد جدا، انا مش هطبخ بيها، لا دي هحطها للبيتزا دي، يعني للوش وللحشوه من جوه، تمام كده. اجيب بقى هنا علبه الزبادي او ربع كوبايه الزبادي، ربع كوباية الزيت، ومية للعجن، تمام كده. كده دي خلاص، لازم ازيد فيها شوية ايه، شوية مية. الميه بقى شويه شويه، نقول تاني عملت العجينه دي ازاي. طب امينه الاول، اهلا وسهلا. اهلا
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا بتفرج عليك من ساعة القناة ما بدأت. يا اهلا وسهلا بك، منورني على طول والله. الله يخليك. الله يكرمك يا رب. كبيرة خميرة، علبة زبادي، رشة سكر، رشة ملح، مية للعجن. سهلة جدا، سهلة جدا جدا. يبقى جبنة 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، حطينا عليها ربع كوباية من الزيت، حطينا الأول عليها النواشف اللي هي معلقة الخميرة، رشة سكر، رشة ملح، قلبتهم مع بعض، حطيت عليهم كده علبة زبادي، وحطيت ربع كوباية من الزيت وقلبتهم مع بعض، ونزلت عليهم ايه المية، عجنت بالمية لغاية ما ايه لقيتها عجينة طرية. اسيبها بقى تخمر اهي بالشكل ده كده. معانا ام محمد. يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة نجلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. انت عاملة ايه؟ بحبك جدا يعني بطريقة ما تتخيلهاش والله. ربنا يخليك يعني حبيبتي. اول ما دلوقتي احفادي كله مدام نجلاء التطلبية كنت بتحكي في الإعادة وفي الفجر وكله. زي حضرتك عاملة. ربنا يخليكي يا رب. متشكرة جدا ليكي والله. ربنا يكرمك يا رب. الله يحبك جدا والله. الله يخليكي. متشكرة جدا ليكي ولذوقك. الله يخليك. الله يكرمك حبيبتي. أموريني. لا أنا ماليش حاجة، أنا بسلم على حضرتك بس والله. متشكرة جدا جدا. عايزة أعمل إهداء لحفيدي. أه طبعا. عيد ميلاده. ما شاء الله. عبد الرحمن. عبد الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. كل سنة هو طيب. هو طيب. الله يخليكي. الصينية اهي. بص الصينية دي اكبر كبيرة ازاي. دي هتعمل يعني التلات كوبايات يعملوا 2 من دي. بس انا هوريك انا هعملها ازاي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا مديحة. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عاملة ايه؟ منورة الشاشة يا حبيبتي. منورة بوجودك والله. اهلا وسهلا. الله يخليك. انا بس عايزه ابعت تهنئه لمرات ابني كده، عيد ميلادها النهارده، قاعده اتفرج كده. أيوة. وعملها على سهوه. ما شاء الله. اتفضلي. الله يخليك. هي ساره سعيد. عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه. هاي كل سنه وهي طيبه وانت طيبه. الله يخليك. ما شاء الله. شكرا ليك انت والله. حلو الموضوع ده. احنا بقى لنا زمان كده حلو. الحموات بدأ اهو لمرات ابنهم ما شاء الله يعني، ويرجع ايام الزمن الجميل. ربنا يهدي الاحوال ان شاء الله. بصوا كده بقى، فرن فرن نوسع حبه 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 كده. ماشي كده. ماشي. مسحه بس كده بالزيت. ام مايكل اهلا وسهلا. يا ام مايكل كلمينا تاني معلش. مسحه كده بالزيت. بصوا كده ادي ايه. اقفل دي. ممكن اقفلها وبعدين نروح الفصل. حاضر حاضر. ادي كده هديها بقى ايه شويه من الصلصه على نصها بس كده. اهي على النص ده كده. ادي كده بسطرمة نقطعها عليها كده. ماشي. سهلة ولا فيها أي حاجة. شوية زيتون على نص الدايرة كده. جبنة موتزاريلا أو رومي أو الاتنين معا.
كده ونروح ايه قافلين عليها كده ونجيب شوكه ونضغط على الحرف بس كده واروح مدخلها الفرن بس بعد ما احط لها على وشها برضو الايه شويه الصلصه دول كده ما تكترش الصلصه على الوش قوي عشان ما تحرقش معاكي وشويه جبنه بصوت كده بس كده خلاص الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اهي بالشكل ده ما خدتش معانا 10 دقايق وخلاص لان هي يا دوبك العجينه هي اللي عايز اسويها هي من جوه مفيش حاجه عايز تستوي خلاص ماشي بقى بالشكل ده تهدى شويه واطلعها في طبق اوكي طيب نيجي بقى دلوقتي نقول عندنا ايه هنعمل ايه في المهلبيه طب ارجعها ورا دي ولا اعمل ايه ولا اخليها هنا